الأشكال البنائية التي تتخذها الأشجار. أولا، حسب طبيعة نموها، الشكل الهرمي أو المخروطي، ضيق أو متسع، وهي أشجار مستديمة الخضرة، إبرية الأوراق رفيعة قصيرة خرشفية، وتكسو فرعها الساق. تنتمي إلى قسم عرات البذور. ومن أمثلتها الصرو، العرعر، الصنوبر الحلبي، الأروكاريا، التوية. ثانيا، الشكل القائم أو العمودي، هي أشجار ذات ساق قائم، تخرج أفرعها بزوايا حادة، تظهر الشجرة بشكل قائم أسطواني أو ضيق أو متفرع. من أمثلتها الجزورين، الصرو، الكفور، النخيل. ثالثا، الشكل الخيمي أو المظلي، لأن لها تاج مستدير مفتوح يشبه المظلة. ومن أمثلتها البونسيانا، الجاكراندا، الفلفل عريض الأوراق. رابعا، الشكل المستدير أو الكروي، قمتها مستديرة. ومن أمثلتها فيكس نتدا أو الخروب. خامسا، الشكل المتهدل، لها فروع تتدلى إلى أسفل في تهدل جميل. من أمثلتها الفلفل رفيع الأوراق، الصفصاف، فرش الزجاج. سادسا، الشكل المفتوح أو الشكل غير المنتظم، هي الأشجار التي ليس لها شكل معين يميزها وليس لها نظام بنائي معين. من أمثلتها الزنزلخت. الأشكال البنائية التي تتخذها الأشجار. أولا، حسب طبيعة نموها، الشكل الهرمي أو